عرفوا ان هي كانت توينز بيعملوا مهرجان جديد فجابوا لنا العده بتاعت الشغل. يا جدعان قررنا ان احنا هنكمل فتح الصندوق العشوائي بعد ما فتحناه الفيديو اللي فات. طبعا اللي ما شافش الفيديو اللي فات هحط لكم اللينك بتاعه لازم يشوفه عشان فتحنا الصندوق العشوائي وطلع علينا منه 17 هديه افخم من بعض. المهم ان احنا هنكمل دلوقتي فتح الهديه الاخيره اللي كانت في الصندوق العشوائي. طبعا اي حد لسه بيتفرج على الفيديو ده مش عامل لايك دلوقتي احنا ننزل نعمل لايك واشتراك في القناه عشان دخلنا على 3 مليون مشترك. يا جدعان بقى ما توصلوا 3 مليون عشان كده مش هينفع. وعشان ما يبقاش في ملل في الفيديو اللي فات فاحنا قسمناهم على فيديوهين. الفيديو اللي فات كان فيه الهدايا ديت سايبينها لكم زي ما هي اهي. من الفيديو اللي فات دي كانت كل الهدايا اللي كانت في الصندوق ولسه في العلبه الفخمه الكبيره لسه هنفتحها مع بعض دلوقتي. فاحنا والله ما نعرف لسه فيها ايه. هنفتحها دلوقتي قدامكم. طب يا جماعه برجوكم لسه اي حد ما اشتراش الميرش بتاع هيكل توينز يدخل على ولفز باي هيكل توينز على الانستجرام وعلى هيكل توينز دوت كوم. طيب عندي دلوقتي هنفتح الصندوق العشوائي عشان نعرف اخر صندوق ازرق تبقى لينا. ده كان اكبر صندوق فيهم كلهم فسيبناه للاخر. الله احنا قفلناه عشان نعمل جو حماس. يعني احنا قفلناه في اون هوك تصوير. انا مش هقول لك والله ركبك ركبك ايه واسع يا عم. انا مالي بركبك المهم انت ما اتكسرش. لا 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 اوعى اوعى امسك 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 عقلك رجلك بس رجلك كده رجلك من على الماده كل ده مش عايز يقع. يا جدعان انا والله العظيم خايف من اللي هيتلاقي جوه الصندوق ده. تخيل طلع مثلا بس يا حسين بقى يا حسين لو وقع والله ما هسامحك بجديتي. صح يا جدعان عشان هو ما خدش هديه الفيديو اللي فات فممكن ياخد هديه طبعا. هو كان طمعان في الهدايا بتاعت الفيديو اللي فات ولما قلت ان انا هدي للفانز منهم هديه عشان الفانز اللي على الانستجرام على المسابقه يوم الجمعه. طب ما تتكلمش طب ما تتكلمش طب ما تتكلمش طب ما تتكلمش طب ما تتكلمش. هو يا جدعان حاجه عارف احنا كنا محتاجينها في اي سفريه نروحها. بس عايز اقول لكم ان في الهدايا اللي فاتت كان في هديه كبيره قوي دخلت قلبي. اللي شاف الفيديو اللي فات بس هو اللي عارفها. يعني اتصدمت والله اول ما شفتها. شكلي هتصدم تاني دلوقتي. شكلي هتصدم تاني. شكلي هتصدم. هو يا جماعه اللي ما شافش الفيديو اللينك هتلاقوه تحت في الديسكربشن. وبعدين بقى في العظمه اللي هتقعد تحصل كل شويه دي بتفتحوا بقى يا جدعان بقى. طب يا جدعان لحظه الحماس. لحظه الحماس. المهم ماذا يحدث عندما لا تغسل سنانك بالفرشاه؟ اغسلوا سنانكم بالفرشاه عشان تعرفوا انه بس حسين بيعمل لكم فيديو هادف بيقول لكم اغسلوا سنانكم بالفرشاه. لايك بقى لايك عشان الفيديو الهادف ده 170,000 لايك. اوف انا شايف حجم كبير قوي يا جدعان وهديه يا قلبي يا قلبي يا السلام عليكم يا جدعان. عرفوا فلوج جديد. عرفوا ان هيكل توينز بيعملوا مهرجان جديد فجابوا لنا العده بتاعت الشغل. دي مكنسه ولا استنى بس مكنسه ازاي يا غبي؟ الو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بشوف تتصور. بص 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 الله بص بص عيب. والله يا جدعان انا عايز اقول لكم ان الاسبوع الجاي انا ممكن ابات في السجن بسبب ان جيراني هيبلغوا عني من اللي عمله. احلى يومين فيهم هدايا في حياتنا تقريبا. البوكس ده كده في كميه هدايا انا ما تخيلتهاش. انا شفته بصراحه قلت عادي هيبقى هدايا بقى شوكولاتات وبتاع. لا انا فتحت لقيت كميه هدايا اللي هيشوفها في الفيديو اللي فات واللي هيشوف الفيديو ده وفجاه. طب يا جماعه انا عايز افكركم بس ان كان في هديه برضو عظمه العظمه جت لنا من الفانز على الانستجرام. عشان كده لو انت ما شفتهاش فانت غلطان ان انت مش متابعنا على الانستجرام. ده اكونت الانستجرام الوحيد تقل عشان مش متابعنا على الانستجرام. المهم يا جدعان ده الاكونت الوحيد بتاعنا على الانستجرام. تابعونا عليه عشان لو في حاجه ثانيه تشوفوها. تعالوا بقى نجربها بقى لحسن كده مش هينفع. A few moments later. طب يا جماعه دلوقتي حطينا السماعه في الفيشه والمفروض ان احنا هنجربها. حلو. ضمن هتنزل تعمل لنا بطاطس. ده ليه مهرجان هيكل توينز اللي هينزل كمان شويه. في مهرجان هيكل توينز يا جماعه سخنوا عشان المهرجان اللي جاي هيعمل قلق. هتشغل حاجه يا عم مش هيخلينا حته المهرجان هيكل توينز الجديد بقى بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرشت الحاج مش بتحييكم. يا جماعه حسن بيقول لي ان الصوت هيبقى وحش جدا. بحب اسمع للفانز متابعين الصوت كويس ويا وحش. طب يا جماعه مراعاه لحقوق الجار احنا مش هينفع نشغل اغاني بطوله. انا بتكلم يا اولاد عيب. المهم ان مراعاه لحقوق الجار هنضطر ان احنا نكمل او نشغل المايك ده. كل اجدادي المهم ان احنا برضه عشان مش الجار بس المفروض ان امي فوق هتنزل تعمل مننا جلاشه.
اسف جدا ان انا قفلت السماعه دلوقتي عشان اقول لكم ان دي كانت اخر هديه المفروض ان احنا كنا بنحتفل بيها من الصندوق العشوائي. واللي ما شافش الهدايا الثانيه اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو ده، اتفرج عليه وشوف الكارثه اللي حصلت الفيديو اللي فات. يوم الجمعه الساعه 7 نطلع لايف نسال سؤال خفيف كده اهو، اول واحد هيجاوب على السؤال كده اهو هياخد موبايل كده اهو، وتاني واحد هيجاوب على السؤال هياخد 500 جنيه برضه زي اللايف اللي فات، وتالت واحد هيجاوب برضه هياخد 500 جنيه كده زي اللايف اللي فات. تعال بس كده عشان بس في جريمه تعرف يا لص، كان عايز يسرق السماعه يا جدعان بس الكلام ده هناك. طب يا جماعه كده هيبقى خلصنا الفيديو النهارده، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوه 100,000 لايك، وتشتركوا في القناه عشان نوصلها ل 3 مليون مشترك. نشوفكم الفيديو اللي